أكيد سارة. وننتقل الحين إلى تغطية لحفل شركة باب رزق جميل بمناسبة مرور 20 عام على تأسيسها ومساهمتها في توفير 1,000,000 فرصة عمل، واللي أطلقت فيه استراتيجيتها الجديدة وهويتها المحدثة. ومعنا زميل عبد الرحمن الزهراني ينقل لكم الصورة عن هذه الإنجازات عبر التقرير التالي. قاعة حسين جميل بجدة، أرحب بكل اللي ينضم لنا في صباح الخير يا عرب في حفل مرور 20 سنة على تأسيس شركة باب رزق جميل، واحدة من الشركات اللي تابعة لمؤسسة مجتمع جميل السعودية. من 2003 تأسست هذه الشركة، واليوم مرور 20 عام أكيد أرقام وإحصائيات كثيرة راح نتكلم عنها، خصوصا أنها يعني كانت من الشركات اللي قدمت يد العون لشباب سعوديين كثير. فخلونا نبدأ هذا الحفل. طبعا نقول وفخورين ان هي 1,000,000 فرصة عمل، ولكنها هي حقيقي متنوعة ما بين فرص يعني تمويلية لعدد كبير من شباب وشابات المملكة اللي بدأوا مشاريعهم الخاصة، فرص كبيرة عن تدريب منتهي بالتوظيف، والتدريب ده طبعا بيختلف على حسب احتياجات سوق العمل، وبشكل كبير فيها توظيف مباشر، فيها توظيف موسمي، فيها توظيف كمتدرب اعمال حرة. فعندنا تشكيلة كبيرة من البرامج والخدمات اللي احنا كل مرة من غيرها على حسب احتياجات السوق وعلى حسب ما نشوف طبعا التوجه الاقتصادي اللي في البلد. دائما نسمع ان 1,000,000 رقم صعب، ولكن شركة باب رزق جميل اليوم حطمت هذا الرقم ب1,000,000 فرصة ل1,000,000 شاب وشابة يمكن استفادوا من برامجهم خلال 20 سنة الماضية. وانا صراحة تعجبت لانه هذا الرقم كبير، ولكن شركة باب رزق جميل ما شاء الله تبارك الله عليها يعني قاعدة تقدم كل هذه البرامج لمختلف الفئات، واليوم كمان في الحفل اطلقوا الهوية الجديدة لهم. بنينا الاستراتيجية دي على الرؤية حقت 2030، فشفنا طبعا محور البطالة وشفنا محور ريادة الأعمال، محاور التدريب التقني والمهني وغيرها من خلينا نقول الأهداف اللي تسعى لها الرؤية، إنه إحنا نفتح فرص دخل متعددة للشباب السعودي. فرصة دخل معناته إن أنا بقدم أفكار أو أنواع مبتكرة من الوظائف المختلفة، سواء يعني دوام كامل، دوام جزئي بالساعة، أن يكون هو متدرب عمل حر وغيرها، بحيث إنه يشوف الشاب الشيء المناسب لي ومناسب لتخصصه. نتمنى لهم والله كل التوفيق في باب رزق جميل. ويمكن نختم بمعلومة مهمة، يعطيك العافية شكرا جزيلا، إنه الشركات الناشئة والصغيرة تم دعمها خلال 20 سنة الماضية بقيمة كم تتوقعون؟ 3 مليار ريال سعودي تقريبا. هذا مبلغ جدا كبير، نتمنى لهم الله كل التوفيق ونشوفكم على خير. بروح أسوي أنبوكسينج أنا للهدية. ما شاء الله، والله يعطيك العافية عبد الرحمن على هذا التقرير، ويعني صراحة مبادرة جدا جميلة.